خلينا ناخد على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك. بنجور على حضرتك استاذه هواند واستاذ كريم في القناه. اهلا بيكي. اهلا بيكي. بصي بقى، انا في حاجه بس لفتت نظري شويه واحنا بنعرض الطقس دلوقتي، يعني القاهره 24 والاقصر 24، مش دي غريبه شويه؟ لا، هي الكتل الهوائيه كلها واحده، يعني مصادر الكتل الهوائيه واحده وبتمر على الارض كلها، وكمان ما فيش تسخين كبير في على سطح الارض، فمش الكتل الهوائيه مش هت يعني مش هتاثر يعني مش هتسخن بالقدر الكبير، فكل كتل درجات الحراره فيها واحده، فاللي بتاثر على المناطق الشماليه بتاثر على الشمال الصعيد، ممكن كمان توصل على الجنوب الصعيد، ممكن كمان يبقى الفرق، هتلاقي فرق بين درجه بين المناطق الجنوبيه والمناطق الشماليه، بيبقى فرق درجه لدرجتين. يعني لان دايما بنتكلم ان الاقصر واسوان والمناطق دي والمحافظات دي بتبقى بطبيعه الحال او طبيعتها هي يعني اشد حراره شويه، بتبقى طبعا اعلى درجه حراره من المناطق الشماليه، بالظبط. بس يكون خلال الوقت ده من السماء الفرق بيبقى قليل جدا، بسبب زي ما قلنا الكتل كلها متجانسه، مفيش تسخين كبير من سطح الارض بسبب ان الكتل اصلا متعادله ودرجات حرارتها كويس. طب انا بقى عايزه اسال حضرتك دلوقتي حاجه، هو ايه اللي في الجو؟ يعني الجو المفروض الفيروس اللي منتشر ده، طبعا مش بتكلم من الشق الطبي، انا عارفه دي مش بتاعت حضرتك، لكن في دور برد شديد جدا عند كثير من الطلاب والاشخاص وكبار السن، يعني بشكل مبالغ فيه الى حد ما. هل ده راجع ليه سوء الاحوال الجويه؟ بس انا شايفه ان الجو الى حد ما كويس، يعني خلينا نعرف لو حضرتك عندك اي معلومه برضه عشان نطمن الناس. هو ممكن يكون سبب من اسباب دورات البرد المنتشره خلال هذه الايام هو فرق درجات الحراره الكبير بين فترات النهار وفترات الليل، احنا لسه فترات النهار بنحس بالدفء، فاحنا لسه بنرتدي ملابس ممكن تبقى خفيفه او ملابس فيها، فترات الليل هنلاقي الجو بقى مائل للبروده، احيانا كمان بيوصل لجو بارد في بعض المناطق، فالتباين الكبير في درجات الحراره بيؤدي اختلاف درجات حراره الجسم، ممكن طبعا يؤدي في نزلات البرد، عشان كده احنا كنا دايما بننصح ان مهم جدا ناخد بالنا من ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، لان الطلبه بيروحوا مدارسهم في الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخره ايضا درجات الحراره تنخفض كبير، بتوصل الصغرى على القاهره الكبرى خلال فترات الليل ب 16 درجه مئويه، في بعض المناطق بتنخفض عن 16 درجه مئويه، فلازم ناخد بالنا، لازم نبقى الملابس اللي بنلبسها بيها فترات الليل المتاخره ملابس خريفيه، ويكون معانا جاكيت كمان لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتبها. خلينا نتكلم عن الطقس خلال هذه الايام. اتفضلي. يمكن احنا بدايه من اليوم ان شاء الله خلال الايام القادمه هنشهد استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره ممكن مع غدا وبعد غدا نلاحظ فيها ارتفاع طفيف جدا بحوالي درجه لدرجتين، اجواء نقدر نقول معتدله الى مائله للحراره فترات النهار، فترات الليل هتظل مائله للبروده، فاحنا هنخلي بالنا من فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، بالاضافه كمان فرص الامطار غدا والايام القادمه هتبقى منحصره فقط في سواحلنا الشماليه، وفرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هناخد بالنا من تاثير الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل لانها هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. عايز اي سؤال عن الطقس تطمن على اي حاجه؟ لا يعني مش هطمن، انا بس عايز ابدي اندهاشي. صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا ليه كريم. يعني بس الاجابه اللي حضرتك تفضلتي بيها على سؤال هواد، قلتي متوقع اليومين الجايين ان شاء الله ارتفاع، انا سمعت كلمه ارتفاع. مش معقول يعني. هوايه حاله رفض يا فندم، احنا في الوقت ده من السنه كنا بنبقى زمان لابسين بلوفرات، لسه في ارتفاع كمان؟ هو ارتفاع طفيف، يعني احنا خلال هذه الايام 24 درجه مئويه مع نهايه الاسبوع هتوصل 25 26، فهو ارتفاع طفيف، لو احنا متعرضين للشمس بشكل مباشر هنحس معاه بالاجواء المائله للحراره، لكن مجمل الاجواء معتدله خريفيه فترات النهار، مش الارتفاع الكبير اللي كنا بنشهده طبعا في فصل طبعا لا مفهوم طبعا طفيف. لكن كمان فترات الليل المتاخره هيبقى فيها انخفاض في درجات الحراره، فده هنلبس الملابس نقدر نقول خريفيه او ممكن ملابس شتويه خفيفه فترات الليل المتاخره. طيب يعني الحمد لله هنلبس شتوي على الاقل. نشكرك دكتور منار غانم، شكرا ليكي جدا.